السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد العليم جهدي، مراسل ريحانة بريس. اليوم عندنا واحد الحالة اللي غنكملوا عليها اصلا على المشكل ديال دريس الجناتي اللي كان تعرض للقتل في السجن ديال بوركايز. الان الاخ ديالو اللي كنا تكلمنا عليه كان داخل السجن كذلك، خرج من السجن وغادي يحاول يعاود لنا على المشكل لانه كان معه في نفس المؤسسة، ولهذا غنتمنوا باش يعاود لنا على المشكل اللي وقع ديال الاخ ديالو، وزائد انه باقي ما تشدش عليه الحق ديالو اللي العائلة ديالو شحال وهي مساكن يناضلوا باش يوصلوا الحقيقة ديال الابن ديالهم اللي توفى داخل السجن لكن بدون جدوى وبدون اي شيء. ولهذا نتمنى قدمنا نفسك خويا الحبيب وديع الجناتي. خويا وديع تحياتي لك. فوقاش خرجتي من السجن؟ خرج نهار الخميس. هذا الخميس. خويا وديع، بغيناك تعاود لنا بصراحه كيفاش وقع الاخ ديالك وشنو الاخبار اللي تدور داخل السجن. اخبار ديك الليله نعم سيدي، ديك الليله خو دري ديالي تما شي ساعتين كيغوت 23 في الشهر، سمعت الغوات ديال خاي ونعس حقاش مشدود عليا فاصيله، ما عنديش شي لافونتاج بينا نشوفوا الغوات كنسمعوا بودني قاش ما بينه وبينه شي 15 الخلفه بالحساب. لا غدا طلعت للمحكمه، فاش دخلت عند المحكمه كتسنى بالخوادر يجي. كيفاش الفاصله بينك وبينه؟ يعني انت كنت في حي وهو في حي. ولكن واقع الحي حي قريب وما فارقينه. معايش تقريبا الوقت سمعتي خوك انت يا تيغوت واش كانوا كيضربوه؟ سمعتي بحال اللي تعذيب بحال اللي ضرب؟ بغينا باش المشاهدين يعني يفهموا الكلام ديالنا. سمعت داك الغوات غريب مع لو جاي 10 ونص للفوق، ماشي 10 ونص، 10 ونص الليل للفوق. الغوات كنقول شنو واقع، وكنسمع الغوات خوادري كي يغوت، ولكن انا كنقول ما تاكدش علاش سمعت الغوات الخوادري. كنقول واش هو وليت كنقول انا خاي ما خفاش عليا صوت خاي عارف واخا حتى لا غدات مي طالع للمحكمه كتسنى الخوادري يجي ما جاش. طبطو هاد الناس عزلوني في واحد البلاصه بوحديتي باش ما نهضرش مع المسجون، باش ما يهضرش معايا، باش ما نهضرش معاه، باش ما يوصل ليش شي حاجه. انا ما عارفش بقيت واقف كتسنى المحكمه. جا واحد جوج جوندار قال له عطينا المشكل البارح. تمو جاي داك الجوندار قال له شمن بيرو كيستقبل المدير، قال له هذا دخلوا جيت القريف موراها هو نائب المدير وهاد المزياني فرملي غادي معاك. يقول له قال لك الاستاذ ما تقولش، قال لك شي ثلاثه النوبات بحال كياكد عليه. انا فاش قال له ما تقولش انا مازال ما مأكد ولكن قلبي كيعلمني انا فوقاش نتاكدت دخلت عند الرئيس. شكون هو هذا اللي كيقول الفرملي؟ واش النائب المدير؟ النائب المدير النجاري. فاش جاو الجدرميه كان تيقول له ما تقولش لـ 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 يعني الدارك الملكي ما تقول لهمش شي حاجه. شنو هي؟ ما تقولش الحقيقه على حساب خرجوا شي 6 شهود و15 ما جابوهمش باش يتاكد عليهم. كياكد عليه ما عارفين داك المزياني كياكل الدواء ما مريض شويه كيولي ياكد عليه. شكون هو اللي المزياني؟ هذا الفرملي كياكل الدواء. الفرملي اللي كياكل الدواء وراسنا انا معروف عارفين كلشي كياكل الدواء وهذا كياكد عليك يقول له قالك الاستاذ ما تقولش، قالك الاستاذ ما تقولش، قالك الاستاذ. فاش دخلت موراها بنص ساعه في 24 شهر 9 تميت دخلت عند الوكيل قلبي كيزدح وقفت قال لي المشكي التالي في حاله وفاه. يعني ديك الساعات انت عاد تبينتي؟ كنت بينت قبل كنت مع علاش ما يكونش الحقيقه، ولكن ديك الساعات انا ما مأكدش ما عرفت حتى حاجه ما عرفتش باش تبليت. فوقاش عرفت دخلت عند الرئيس تفاجات بهذا الشيء وسمعت الخبر الغوات البعد خاي غوات غريب الغرده الغوات السبان الزديح كلش ومع الليل بودني كيزيد يعني الضرب الغرده الغرده والليل كيتسمع بودني لقاش الباب لازد حتى كتسمع مجهده ولا يسقل ضربتيها مزيان كتسمع مجهده على حساب الليل. دخلت جا عندي رئيس معقل قال لي راه ضربوا دبيزه مات. جيت انا فوقاش تاكد هي موراها ب 10 ايام واحد الانسان مشات لواحد البيرميده الود عليها الصداع مشاو جبدوا الكاميرا وجبدوا بنادم اللي سرق البيرميده هي. وانا قلت انا نروح دخاي ما جبدوهاش والبيرميده علاش جبدوها؟ لا يمكن حنا عارفين المدير فعلا اخذ التسجيل ديال ذاك الليله باش يبرئ راسه ولكن ما بغاش يعطيونا التسجيل. خونا حرمونا فمنا خونا بوانا منا قتلوه بالفقصه ونروح دخاي ما بانش والبيرميده احسن من الروح.
وكاش حسن من الروح يعني البيرميدا مباشره فاش مشات داخل الحبس بالكاميرا جبدوها والروح تقولكم فاش طلبتوا الكاميرا رفض لي شي رساله للمسؤولين الشرفاء د البلاد. الرساله اللي غادي نوصلها ومازال كنوصلها وما غنسمح لا دنيا لا اخره. ما غاشي اللي قتل ولا اللي سبب في القتل، ما غنسمحش للطبيب اللي كذب وما دارش خدمته ونكر الضرب. حنا راه حنا معذبين على ديك المنكر اللي نكر على الضرب، ما كاينش. راه عذبنا وضيعنا في حياتنا وكان غير هضر وقال كاين الضرب وشهد بالشهاده ديال الحق وما كذبناش. راه غتبرد لنا وربي راه غفور رحيم، ولكن هاد السيد راه كذب. شنو السبب اللي كذب وقال ما كاينش تهراس؟ انا شت خاي وشافوه الناس وعندنا الشهود بينا خاي مهرس مدقدق مشخشخ، راه ما غنسمحوا له لا دنيا لا اخره. هاد السيد هاد الاطباء اللي شهدوا ان ما كاينش الاثار ديال الضرب، راه ما غنسمحوا لهم لا دنيا لا اخره. حنا بغينا نصوروه قبل ما يشرحوه، ما خلاناش الفرملي اللي كان مقابل داك الليله تما، قالنا ممنوع هذا الشيء وخلينا داك الشيء هكا. قلنا الطبيب راه غيدير شغاله وغيدير خدمته، نسائلو نشوفو شنو كاين. فالتالي الطبيب جا وقال لك ما كاينش الاثار ديال الضرب وما مهرش هذا السيد. حنا هذا الشيء هذا ولا كيخلعنا وهذا الشيء ولا كيخوف، وهاد البلاد راه ما بقاش فيها الصفه والنيه. هاد الناس ما خموش بان عندهم وليداتهم، ما خموش بان راهم باقيين في الدنيا، ما كيخموش للاخره، ما كيخموش. علاش يديروا هاد الشيء؟ حنا ما غنلومو حتى شي واحد، الحق عند الله، ولكن الطبيب راه ما غنسمحولوش، حيت حنا على الطبيب هو اللي كيعطي شنو كاين والملف. خديتي التقرير ديال الطبيب؟ خديتي عندي بقوه اللي حماقي ترجمته بالعربيه داير له جوج تناظفه. علاش هادشي؟ كاتب جود تناظفة ما عندها حتى شي ضربة، ما كاينة فيها حتى شي ضربة. علاش حنا غنكذبو ونقولو خانا مضروب؟ وصل هذا الشيء. علاش غادي نكذبو؟ تصاور بأن فيه مضروب؟ مضروب مهرس في راسو خاي عبد العالي، مهرس من هنا ويديه واحد الحالة ما نقول لك. شتيكو كان غير هاد الطبيب قال غير سبب واحد، غير سبب واحد، راه مكتاب له غادي يموت. مكتاب لديك الولد غيموت، إلا ما ماتش في الحبس راه غيموت على برا، ولكن الكذوب علاش؟ كنطالب بالتشريح، بينا التشريح مزيان، إيه حنا كنطالبوا بالتشريح ديال رجال الشرطة، نزولوا ديال الدارة، باش نعرفوا واش اللي حنا المدروري، حنا الدارة، إيه مزيانة التشريح، ولكن حنا ولينا بغينا نتأكدوا على خونا بالتشريح ديال رجال الشرطة عاوتاني، باش لك وكاش ولاو جبدوا عاوتاني بالكاميرا ونروح تخي ما عطاوناش كاميرا. ومن بعد هادشي هذا شنو داروا معك نتايا تما؟ كاينات فاش واش طلبتي منهم تعرف الحقيقه شي حاجه؟ شنو كنطلب؟ نطلب الحقيقه، كيبقاو يشادين عليا انا كاع، مستغلين الفرصه بان انا ما قاريش، قريفيت عليهم 36 يوم على الحقيقه، تخي عارفهم ما داير والو. درت اضراب على الطعام 36 يوم ما شت لا واكل لا والو، وحسبوا لي 18 يوم، داروا لي 24 في الشهر 8 و18 يوم غشوني فيها، والواكل ما شتوش كاع. والنهار اللي سخفت قبل ما يديوني للمصحه كاينين الناس اللي هزوني، وكاينه حتى الطبيبه اللي قلبتني، وانا عاقل بالتاريخ بالنهار. وتنهار المشكل ديال الكريف اللي سمعته كيقولها لي ودني، كان واحد يعقوبي وكان داك واحد السفاري تما اللي شادين البيبان ما بين الباب هنا وباب هنا، وبالنهار وبالتاريخ ونتحمل اي مسؤوليه. وانا كنطلب الله بسيدنا يبردنا على ديك الوالده يبين لنا الحقيقه، لا كان طاح نعرفوه طاح ولا القتله سمعتها بودني، واش نكذب على راسي؟ لو كنت نكذب على راسي نمشي بحالي من دابا. انا بقى نطالبو يوم الكاميرا ولا مسيدنا الله ينصر. تصاور كاين كلش، وهاد العدم ملي كيقبط يدخل لا يمكن، وهادي وهادي وجورجليه وجنابو والمينوت، علاش مينوت؟ واللي كيموت كيتمينوت؟ لا يمكن، راه ما بقاش نكذب على راسي. الله ينصر سيدنا بينا الحق. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي للمشاهدين، ونتمنى هذه الرساله توصل لكل المسؤولين الشرفاء البلاد، ونتمنى باش يوقفوا موقف يعني ضد هاد الجلادين اللي داخل السجون اللي تيعملوا يعني الشطط في العمل ديالهم، وكيديروا السلطه ديالهم على المعتقلين ويظلموهم، وخاصه بحال هذا المعتقل ديال ادريس الجناتي اللي تعرض للموت يعني الضرب 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 حتى يعني مات. فالامر خطير جدا، والاخ ديالو هو كيوضح وكيبين ان سمع الصوت ديال خو
خوه كيتعرض للتعذيب، يعني راه ما يخفاش عليه الصوت ديال خوه. راه اي واحد راه كيعرف الصوت ديال خوه راه غادي يعرفوا الصوت ديال خوه. يعني كيف يعقل ان هاد الموظفين ضربوا الاخ ديالو ومات الاخ ديالو في السجن، والان مشات على عينيهم عجاجه، واكثر من هادشي هذا هي تلفق المعتقل الاخر. يعني هذا هو الاصل عندكم، هي تهلك سجين بسجين وتخرجون نتوما سالمين غانمين من هاد القضيه. ولهذا نسال الله سبحانه وتعالى ينتقم منكم، نتوما هما اكبر ظالمين واكبر مجرمين، هما انتم الجلاده القتاله اللي كديروا الشطط في العمل ديالكم. وفي الفصل 98-23 لتنظيم وتسيير السجون المغربيه لا يحق لكم باش تعاملوا اي معتقل بهاد المعامله ديال الظالمين، وممنوع منعا كليا باش ديروا القيد او المينوط للمعتقل داخل المؤسسه الا في حاله هستيريا او اي شيء. ونتمنى من المسؤولين ديال البلاد باش يتفتح شي تحقيق في هذا الباب هذا، وخاصه على ادريس الجناتي رحمه الله عليه، باش العائله ديالو ترتاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.